السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير ويبارك فيكم وفقنا الله وياكم يحب يرضى. أما بعد، حبنا ننبه على أمر كثير من يتساهل فيه. واحد من الأخوان بالخاص يعني يقول لي يعني ربعنا الخاصين يعني يسوون الحركة هذه قدامي، ويقول لك تكلم بوضوح، هذا تنفعهم بإذن الله بما وفق رب العالمين. يعني وحنا نبي نتكلم بالشيء اللي نشوفه يعني كثير تساهل فيه. يعني الحين هو الموضوع جاء على سبحان الله على سالفة المطر، يقول يعني لا جاء مطر من ربعنا يخلون الطيور برا. مطر يعني مو مطر عادي، المطر القوي يعني، يقول رب العالمين يقول يعني يخلي الطير برا وينقع الطير ويتبلل. المطر الخفيف سهالات بإذن الله، ولكن مو بهواء بارد وخلي الطير برا أنا وفوق هذا مطر، لا لا لا، لازم ندير طيور إذا نبي الطير يكون سليم بإذن الله لين نربطه، لازم ندير طيور ونعتني فيها. أما خط لزق هذا ما ينفع، ضر طيرك ما أدري إيش سالفه. والله الوحوش وحوش برا، أنا هذا اللي ذبحني النوع هذا، وحوش برا، وحوش مو نفس طيورنا، وحوش مو نفس طيور، والطير عن طير يفرق، الجير يفرق عن الحر، والحر يفرق عن الشهانة، والشهانة تفرق عن التفريخ. كل طير له يعني إدارته وشغله. في طيور مناعتها خفيفة، في طيور مناعتها قوية، وفي طيور يعني ما يتحمل البرد، وفي طيور لا بد يتحمل البرد وما عنده مانع، وفي طيور لا كان عليها أمي. يعني أنت يا ابن آدم وقف في المطر القوي وخلي يضربك الهواء، شو يصير بحالك؟ يا جماعة احنا نحدث العاقل بما يعقل، ما نتكلم موضوع ابن آدم غير، أنت ابن آدم ما تتحمل، فما بالك الحيوان؟ الحيوان مو قايل لك يا حبيبي قطني داخل خيمة خلني أتدفى، أو حطني عند مكان دافي. فالأمر ما فيه، حنا لابد نداري طيورنا إذا نبيها تسلم، ما نبيها تسلم لا بالله عرضها لأي شيء، وما لك إلا نسأل الله السلامة من ذلك، إنك تلك الطير وترى في ذمتك. ترى حط المعلومة هذه براسك، كل ما تداري الطير حط بنيتك إنك تبي رجل من رب العالمين، كل ما تعرفه تبي رجل من رب العالمين. ترى نعمة وفضل الله، الله يعني يعاملنا شنو سبحانه وتعالى؟ نيتك شنو نيتك؟ طيبة؟ أمورك طيبة؟ قاعد تعامل الطير هذا لله إنك قاعد تعلفه، هو طيرك وأنت معلفه معلفه، ما تخليه من غير علف، ولكن تبي تعلفه، تبي تحط له ما، تبي تحط له شغلة، تبي كلها شنو؟ لله، والله تأجر عليها، والله ما يخيب سبحانه وتعالى أجر كله محسن بإذنه. عسى الله يوفقنا وإياكم جميع المسلم، يوفقنا للتعامل مع رب العالمين يعني الأجر بكل أمر هو صالح لنا جميع المسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.